السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله النهاردة المحاضرة الثالثة هناخد فيها من الممبرنس سيل أورجانيل. خدنا في المحاضرتين اللي فاتوا السيل ممبرين، وخدنا الممبرنس سيل أورجانيل العرضيات التي لها غشاء. خدنا الميتوكوندريا، الاندوبلازميك ريتيكولوم، خدنا الجولجي واللايزوزوم، اتكلمنا عن الرايبوزوم رغم ان هو نان ميمبرنس، بس اتكلمنا عليه في المحاضرات اللي فاتت عشان له علاقه بالشبكه الاندوبلازميه الخشنه او الار اي او. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن النان ميمبرنس اورجانيل، عضيات ليس لها غشاء. دي بتبقى ايه؟ It is type of cell organelle، يعني عضيات اهي ليس نان ميمبرنس، نو ميمبرين، يبقى not surrounded by unit membrane. اي غشاء جوه الخليه بيبقى اسمه يونت ممبرين، غشاء موحد، لان كل العضيات لها نفس الممبرين، نفس الترتيب ونفس شكله، شبه بتاع الخليه من بره السيل ممبرين، فبيسموه يونت ممبرين. يبقى اي عضيه جوه الخليه بيبقى متغطي او كفرت او سراوندد، محاط بيونت ممبرين. طيب النمبرس اورجانيز دي بتشمل ايه؟ بتشمل حاجه اسمها سايتوبلازميك فيلامنت، خيوط سيتوبلازمية. في خيوط جوه الخلية، في خيوط جوه الخلية، ده في كمان مايكروتيوبيول جوه الخلية. في فرق بين تيوب وتيوبيول ومايكروتيوبيول. لو تفتكروا قلنا ايه اللي كان بيبقى تيوبيول؟ الاس اي ار، الشبكة الاندوبلازمية الملساء، كانت انابيب. امال ايه المايكروتيوبيول؟ دي حاجة اصغر من الشبكة الاندوبلازمية الملساء، حاجة صغيرة جدا، قطرها 25 نانو، اسمها مايكرو تيوبيول، يعني تيوبيول انيبيبه صغيره. اما مايكرو تيوبيول انيبيبه صغيره جدا جدا، يعني اصغر من الانيبيبه. في انبوبه وفي انيبيبه تصغير انبوبه، وفي مايكرو تيوبيول انيبيبه دقيقه جدا، رفيعه جدا. يبقى احنا النهارده هنتكلم في الفيديو ده عن حاجتين، سيتوبلازميك فيلامنت والمايكرو تيوبيول اللي هي الانابيب الرفيعه جدا اللي هي 25 نانو. لقوا من الخيوط والانابيب دي جوه الخليه بتدي الخليه الشكل بتاعها، بتدي الخليه الهيكل بتاعها، فسموها سايتو سكيلتون. لو جالنا في الامتحان قال لنا السايتو سكيلتون ده عباره عن ايه؟ هنقول عباره عن خيوط وانابيب هم اللي عاملين شكل الخليه. خيوط يعني فيلامنت، سيتوبلازميك فيلامنت السيتوبلازم، ومايكروتيوبيول يعني انابيب رفيعه جدا. اول حاجه معانا النهارده السيتوبلازميك فيلامنت. سيتوبلازميك فيلامنت الياف سيتوبلازميه. قلنا خيوط يعني ايه؟ الياف، خيوط يعني ثريد لايك، شبه الخيط، ثريد لايك يعني زي الخيط. اكت از ابارت اوف سيتوسكيلتون، تعتبر جزء من السيتوسكيلتون. ما احنا قلنا سيتوسكيلتون حاجتين، مايكروتوبيول وفيلامنت، انابيب وخيوط، الاثنين عاملين هيكل الخليه. هل هقدر اشوف السيتوبلازميك فيلامنت في ال ام بالميكروسكوب الضوئي؟ بتبقى اشوفها بصبغات خاصه، بصبغه السيلفر، صبغه الفضه تصبغ الخيوط، صبغه الفضه بتصبغ الخيوط اللي هي الفيلامنت الالياف الرفيعه. تمام، فاكرين السيلفر دي خدناها قبل كده؟ خدناها مع جولجي العريس البخيل اللي جاب لخطيبته شبكه سيلفر. تمام، ده جاب لها شبكه سيلفر وجاب لها حاجات رفيعه قوي قوي، يعني ما جابلهاش حتى اثور وحاجات عريضه كده، جاب لها خيوط رفيعه سيلفر وخيوط. فنفتكر ان الخيوط الفيلامنت هي كمان مسبوغه بالسيلفر. يبقى انا عندي حاجتين دلوقتي خدناهم مسبوغين بالسيلفر عشان ما ننساش، الحاجات دي بتيجي ساعات في الامتحان. السيلفر صبغه الفضه، حاجتين، الخيوط الرفيعه الفيلامنت، والعريس البخيل اللي اشترى الخيوط الرفيعه لخطيبته شبكه. تمام، خلاص كده. تقسيمة بقى الخيوط دي، انا لو اروح اشتري خيط من محل بقول له عايزه خيط رفيع، خيط متوسط، خيط سميك، فنفس الكلام. الفيلامنت بتتقسم لثلاث حاجات، مايكرو فيلامنت او يسموها السين فيلامنت، خيوط رفيعه، انترميديت فيلامنت، خيوط متوسطه، سيك فيلامنت، خيوط سميكه. المايكرو فيلامنت حوالي 6 نانو، ضعفها 12 اللي هو السميك، 12 ل 6، وفي النص 8 ل 10. خلاص، يبقى 6 6 8 10 12، بدل ما اقول 6 8 10 12 14، 6 8 10 12 16. 6 المايكرو فيلم، 12 16 السيك فيلم، في النص 8 ل 10 عشان ما ننساش.
سين فيلامنت افتكروا فيها تي اي ان سين، في شيلوا الاتش كده تبقى تي اي ان اكتين اكتين عشان ما ننساش، اخره تي اي ان وكلمه سين فيها تي واي وان، يبقى الاكتين بيبقى الرفيع، خيوطه الرفيعه اسمها مايكرو عشان دقيقه ورفيعه واسمها اكتين. طب الانترميديت هناخد انواعه دلوقتي. طب السيك فيلامنت، السيك قوي عنده عضلات، مايو يعني عضله، كان الليفه اللي هي سيتوبلازمك فيلامنت دي سميكه وتخينه، زي ما تكون سميكه زي واحد عنده عضلات بيبقى عريض وتخين كده، فهي العريض التخين اسمها مايو فيلامنت. امال الرفيعه تي اي ان سن اكتين اكتين، تمام. والسميكه اسمها ايه؟ مايوسين. برضو كانت الحاجات دي مهمه نعرفها. شوفوا الصوره موضحه، شايفين دي انترميديت فيلامنت خلاص، ده اكتين مايكرو فيلامنت سو اكتين رفيع، ده انترميديت سميكة عنه شويه. اللي في المايوسين هنشوفه له صوره ثانيه، دي المايكرو تيوبيول، المايكرو تيوبيول 25 نانو، انابيب بقى مش خيوط، اخرنا في الخيوط كان كام؟ 12 ل 16 بتوع المايوسين، اما المايكرو تيوبيول بنوصل ل 25. تمام، عندكم مقارنه مهمه بين الاكتين والمايوسين والانترميديت فيلامنت. قلنا السن اللي هو اكتين، سن اكتين اكتين 6 نانو، قطره 6 نانو. الاكتين ده ما بيبقاش لوحده، ربنا خلقه هو رفيع كده وغلبان، بس في اتنين اخوات كده بيبقوا معاه في العضله، حاجه اسمه تروبومايوسين وتروبونين. اسمهم ايه؟ تروبومايوسين وتروبونين، دول بيبقوا كده مزوقين الاكتين. طيب السيك فيلامنت قلنا من 12 ل 16 نانو، واسمه ايه؟ مايوسين. مايو يعني عضله، يعني عنده عضلات، يعني تخين، يعني سيك فيلامنت. الانترميديت فيلمنت قلت 8 ل 10، وقلنا ده انواع كتير جدا جدا الانترميديت فيلمنت، حوالي 50 نوع انترميديت فيلمنت موجودين. بنعرفهم ازاي؟ بحاجه اسمها اميونو سايتوكيميكال تكنيك، بشوف البروتينات اللي فيها واجيب اجسام مضاده ضد البروتينات دي، والون الاجسام المضاده بلون معين، لو لقت البروتين هتمسك فيه ويدينا لون تحت الميكروسكوب، حاجه اسمها اميونو سايتوكيميكال تكنيك. اميونو يعني مناعه، يعني انتيجين انتي بودي رياكشن، تفاعل جسم مضاد مع جسم غريب، وبندور على بروتين معين. تمام، نعرف بس كلمه وخلاص، اميون انا بدور على بروتين معين تحت الميكروسكوب سايتوكيميك. تمام، ده بقى ما بتعملش كونتراكشن. الاكتين والمايوسين بيبقوا موجودين في العضلات وبيعملوا انقباض، اما الانترميديت فيلامنت دي ملهاش علاقه بالموضوع ده. طيب الاكتين فيلامنت دي موجوده فين؟ الاماكن بتاعتها والتوزيع بتاعتها مهمه برضه نعرفها. تمام، موجوده في المايكروفيلاي. ايه المايكروفيلاي دي؟ حاجه اسمها الفوميلات، صوابع كده جوه يعني في اطراف الخليه، الخليه بتبقى عامله كده فيها صوابع اسمها مايكروفيلاي. عارفين الخملات بتاعت الامعاء، في حاجه اسمها خميلات زي صوابع كده في الخليه، السلمبرين متني عامل المايكروفيلاي دي. لقوا ان المايكروفيلاي دي فيها خيوط اكتين، وظيفتها ايه؟ وظيفتها ايه؟ انها تحرك المايكروفلاي. هي المايكروفلاي بتتحرك، اه بتطول وتقصر زي السفنجه عشان تمتص السوائل، يبقى موجوده في المايكروفلاي علشان تمتص السوائل. ايه كمان؟ إيه اميبويد موف، الاميبويد موفمنت، الحركه الاميبيه، عارفين الخلايا بتاعتنا والاميبا بتتحرك كده وتقدر تبلع حاجات، تقدر تبلع ازاي؟ عندها اكتين موجود تحت السلمبرين يخلي السلمبرين يتحرك ويبلع حاجات، يبقى الموفمنت لها الحركه الانيبيه. ايه كمان؟ الماسل قايلين في العضلات، ماسل كونتراكشن. تمام، ايه كمان؟ كليفج فارو. ايه كليفج فارو ده؟ الخلايا لما تيجي تنقسم كده بيبقى في نواه هنا ونواه هنا، بيحصل شويه اكتين فيلامنت يتجمعوا في النص كده ويقعدوا يخلوا الخلايا تنقبض وتتقسم لاثنين. عارفين بالظبط لما يكون عندنا عجينه وعايزه اقزمها عجينتين، بحط صبعي في النص واقعد اضغط 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 لغايه لما افصلها عجنتين. فنفس الكلام في حاجه اسمها الكليفج فارو. فارو يعني شق، كليفج الشق الانقسامي، ده اللي بيقسم الخليه نصين. الخليه لما بتنقسم مش بنقطعها زي البطيخه كده نصين، لا، في اكتين فيلمنت تقف في النص وتقعد تترصف وتشد السلمبرين من هنا وتشد السلمبرين من هنا لغايه لما تدينا المنظر ده، وشويه تنفصل خالص الاثنين بالمنظر ده. ده اسمه ايه؟ الشق الانقسامي كليفج فارو، ده عباره عن اكتين. ايه كمان؟ البلاد بليتلتس، الصفائح الدمويه، الصفائح الدمويه وظيفتها انها تتجمع وتقفل الوعاء الدموي وتعمل كلوت.
كلوب يعني جلط عشان تقفل الوعاء الدموي لما يبقى فيه نزيف. طيب هي عايزه تبقى مظبوطه على قد الوعاء الدموي وحجمها مظبوط على قده بالظبط، فيحصل لها ريفراكشن تنقبض عشان تبقى مظبوطه على قد الوعاء الدموي بالظبط. حاجه اسمها كلوب ريفراكشن، اسمها ايه؟ كلوب ريفراكشن. ودي برضه محتاجه اكتين. يبقى الاكتين عندنا في 5 اماكن، 3 ام و2 سي، ام مايكروفيلاي، ام موفمنت اوف اميبا او اميبويد موفمنت، ام ماس، و2 سي كليفت جيفارو، وكلوت ريتراكشن. قلنا الجلطه طبعا بتبقى بسبب البليتلتس او الفقاقح الدمويه. طب السيك فيلمنت، السيك فيلمنت اللي هي المايوسين، المايوسين دي موجوده في الماسل ان اسوسيشن ويز اكتين. مع الاكتين يعملوا ايه؟ ماسل كونتراكشن، بيعملوا حاجه اسمها مايوفايبريل، لييفات صغيره، فايبر يعني ليفه، فايبريل تصغير ليف، مايوفايبريل لييفات عصبيه، الياف صغيره آه سوري عضليه، الالياف العضليه فيها اكتين ومايوسين وبتنقص. طب الانترميديت فيلمنت عندنا 50 نوع، وظيفتها ايه؟ الانترميديت فيلمنت بتعمل سبورت ومينتين ذا شيب، ده دي سايتوسكيلتون بتحافظ على شكل الخلايا وبتعمل لها سبورت. ايه كمان؟ تيومر ايدنتيفيكيشن، التعرف على الاورام. ايه علاقه الاورام بالانترميديت فيلمنت؟ الانترميديت فيلمنت الالياف دي كل نوع خليه في نوع انترميديت فيلمنت خاص بيه. تمام؟ مثلا خلايا المخ في حاجه اسمها نيوروفيلمنت، انترميديت فيلمنت اسمها نيوروفيلمنت. لو انا لقيت ورم في الرئه وجيت ادور على اصله، مانيش عارفه اصله، حطيت له اجسام مضاده تدور على نيوروفيلمنت ولقيت نفكت معاه، يعني الورم ده في نيوروفيلمنت، اه في نيوروفيلمنت، معنى كده ان الورم ده من المخ وراح للرئه، فانا قدرت اتعرف على الاوراق. الانترميديت فيلمنت دي زي الاي دي، عارفين كده كل واحد معاه بطاقه هويه بنقدر نعرف هو مين بسبب البطاقه دي. فالانترميديت فيلمنت دي حاجات جوه الخليه كانها الاي دي بتاعت الخليه. اول ما اشوف مثلا خليه فيها كيراتين اقول دي ابيثيليال سيل، لقيت خليه فيها نيورو فيلمنت اقول دي نيرف سيل، حتى لو شكلها غريب، حتى لو هي ورم ومش قادره احدد ملامحها بعرفها بالاي دي. مين الاي دي بتاعها؟ الانترميديت فيلمنت. تبقى مهمه في التعرف على الاورام. ايه كمان؟ ادهيجن بتوين الابيثيليال سيلز، او الابيثيليال سيلز عشان تلزق مع بعض، ادهيجن يعني التصاق بين الابيثيليال سيلز، خلايا النسيج الطلائي بتبقى الخلايا لازقه جنب بعضها كده. عشان يلزقوا جنب بعضهم كده محتاجين ماده لاصقه، محتاجين حاجه اسمها تونو فيلمنت كده مش مهم اسمها، فهي ملزقه. الانترميديال فيلمنت دي بتخلي الخلايا تلتصق مع بعضها. يبقى عرفنا وظيفه الانترميديال فيلمنت، محافظه على الشكل، تيومر ايدنتيفيكيشن، وكمان ادهيجن. ممكن نقول انترميديات فيلامنت، انترميديات فيلامنت ممكن نقول كلمه ساس، اس اي تي، اس يعني سبورت ومنتين ذا شيب، اي ادهيجن، تي تيومر ايدنتيفيكيشن. خلاص كده ده بالنسبه للانترميديات فيلامنت. اهو هذه اماكن الانترميديات فيلامنت. في العضلات، عضلات جسمين في العضلات، ايه جسمين مش ياسمين، لا جسمين في العضلات، في المصر في الابيثيليال سيل خلايا النسيج الطلائي حاجه اسمها سايتو كيراتين فيلامنت، اسمها ايه؟ سايتو كيراتين، دي في النسيج الطلائي. عارفين الكيراتين ده بيبقى موجود في الجلد وفي الشعر، يعني في النسيج الطلائي. فيمنتين، فيمنتين دي في الكونكتيف تيشو، في الايه؟ كونكتيف تيشو، اي في نخليها في اي فيمنتين. طب النيرف سيل، نيرف يعني نيورو، نيورو فيلامنت، نيورو فيلامنت موجود في النيرف سيل. في حاجة اسمها جلايال سيلز، الجلايال سيلز دي خلايا بتخدم النيرف سيل موجودة في جهازنا العصبي فيها جلايال فيلمنت. يبقى تاني عندنا كم نوع؟ انواع كتير 50، بس احنا خدنا اكزامبل جسمين في المص، سايتو كيراتين قلنا كيراتين يبقى في الابيثيليال سيل، فيمنتين في اي خلوها اي في اخر حرفين كده اللي هم ايه بتوع الكونكتيف تيشن، نسيج اطلاعي وكمان ساعات في العضلات، نيورو عصبي يبقى في النيرف سيل، جلايال فيلامنت اللي هي الجلايال سيل. تمام كده؟ طيب المايكروتيوبيول، الانابيب بقى، المايكروتيوبيول دي انابيب نون برانشنج تيوبيول فيري ان لينث، خلي بالكم الانابيب اطوالها مختلف بس القطر ثابت، بالظبط زي انابيب الميه اللي واصله للشقق بتاعتنا، انابيب الميه اللي داخله للشقق بتاعتنا كلها نفس القطر، في نفس العماره كل الانابيب نفس القطر، بس هل الطول ثابت؟
هل الانبوبه اللي داخله للدور الاول زي للدور الثاني زي الدور الثالث؟ اكيد الانبوبه بتطول كل ما بطلع لفوق، يبقى الاطوال بتتغير، اما القطر ثابت. عشان ما ننساش اهو، نفتكر انابيب الماء، تمام، وبتبقى نان برانشنج ما فيهاش تفرعات، انبوبه كده، انبوبه واقفه، تمام. بتتكون من ايه؟ من حاجه اسمها تيوبيولين بروتين. حاجه اسمها ايه؟ بروتين، سموه باسم الانبوبه تيوبيولين. تيوبيولين بروتين ده فري دايميريك، يعني يبقى دايمر. يعني ايه دايمر؟ يعني جزئين كده، قطعتين الفا وبيتا كده. احيانا تبقى كده، واحيانا تبقى عامله ايه؟ إيه بوليمرايز، متجمعه عامله صف كده، تمام. يبقى تبقى فري دايمر، يعني كده ده فري حر طريق لوحده كده، يا اما ملزقين مع بعض عاملين بوليمرايز متجمعين مع بعض. تيوبولين دايمر بوليمرايز ستيت فورمنج مايكرو تيوبيول، لما يتجمع ويبقى بوليمرايز كده، يترصص كده، هيترصصوا جنب بعض ويعمل ايه؟ المايكرو تيوبيول. مين اللي بيخليه يتجمع زي المكعبات كده؟ مين اللي بيخليه يحصل له بوليمرايزيشن ويتجمع او ما يتجمعش؟ حاجه اسمها اللي بيخليه يتجمع، حاجه اسمها ام تي او سي، مايكرو تيوبيول اورجنايزنج سنتر. مايكرو تيوبيول اورجنايزنج سنتر، المركز المنظم للمايكروتيوبيول. مركز منظم للمايكروتيوبيول، عندنا حاجتين بحرف السي بينظموا الموضوع بتاع المايكروتيوبيول، ويجمعوا المكعبات ويكونوا انبوبه او يفكوا الانبوبه، اللي هم السنتريول، المريكز، هناخد ان شاء الله المريكز ده، والسنترومير اوف كروموزوم. لما ناخد الكروموزومات، الكروموزوم ده بيبقى ايدين ورجلين كده، عنده حته في النص بيسموها ايه؟ سنترومير، اللي لونها اخضر دي، سنترومير بتاع الكروموزوم اهو، ده برضو يعتبر ميتوك، ام تي او سي، مايكرو تيوبيول اورجانيزنج سنتر، المركز المنظم للمايكرو تيوبيول. شوفوا اللي قدامنا اهي، ادي المايكرو تيوبيول باللايت مايكروسكوب، ما بقدرش اشوفها، دي في كارت محتاجه صبغات خاصه. اما بالاي ام بتبان ايه؟ هولو تيوبيول، انبوبه مجوفه، كروس سيكشن بتاعها لما اقطعها الاقي فيها دواير صغيره، دواير صغيره جنب بعضها، قطرها كام؟ 25 نانو، قطرها 25 نانو. بتتكون من كام انبوبه؟ شوفوا بقى، احنا قلنا اتجمعوا مع بعض، التيوبيلين اتجمع مع بعض كده اهو، التيوبيلين اتجمع مع بعض بالمنظر ده، وعمل ايه؟ وعمل فيلمنت. الفيلمنت دي سموها بروتو فيلمنت، خلي بالكم دي ملهاش دعوه بقى بالفيلمنت اللي خدناها فوق، مايكرو فيلمنت وانترميديات وسيك فيلمنت، لا دي حاجه اسمها ليفه اوليه، بروتو فيلمنت، لانها مش هتبقى واقفه لوحدها كده، ده هتترصص مع 13 كده، 12 كمان جنبها، ويعملوا انبوبه زي الصوره اللي قدامنا دي. شايفين الصوره اللي قدامنا دي؟ دي 13 واحده جنب بعض كده مترصصين، من دي 13 بروتو فيلمنت اترصصوا جنب بعض وعملوا انبوبه، بالذات لما يكون انت وزمايلك واقفين جنب بعض كده عاملين دايره، 13 واحد جنب بعض عاملين دايره، وفوقكم ناس تانيه وفوقكم ناس تانيه، فعملتوا انبوبه اسطوانه، يبقى المايكروتيوبيول 13 انبوبه، سوري 13 خيط رفيع، كل خيط رفيع اسمه بروتو فيلم، 13 بروتو فيلم متجمعين مع بعض خلاص. البروتو فيلم دي متكونه من تيوبيولين دايمر اهو، اخضر وازرق، اخضر وازرق، كل اتنين زي بعض اسمهم دايمر، ده اسمه دايمر، كورتين جنب بعض، دايمر يعني جزيء ثنائي، دايمر جنب دايمر جنب دايمر جنب دايمر، عملوا بروتو فيلمنت. بروتو فيلمنت جنب بروتو فيلمنت 13 واحده جنب بعض اترصصوا بالشكل ده اهو، وعملوا الانبوبه اللي قدامنا دي اللي اسمها المايكرو تيوبيول. الطول بيتغير، اه الطول بيتغير، تطول وتقصر زي المكعبات، زي ما الطفل بيحط مكعبات فوق بعضها كده تطول وتقصر. طب القطر بيتغير؟ لا، هم 13 جنب بعض يفضلوا زي ما هم، تمام كده. ايه وظيفة المايكرو تيوبيول؟ احنا قلنا خلاص اللينس بيتغير changed، اما القطر ثابت. بيتغير ازاي؟ نضيف تيوبيولين او نشيل تيوبيولين، زي الطفل يشيل مكعب يحط مكعب، فالطول بيتغير. ايه وظيفة المايكرو تيوبيول؟ مايكرو تيوبيول وظيفتها برضه تبع السيتوسكيلتون، يعني مينتين اند ستابلايزنج ذا شيب، بتحافظ على شكل الخليه. ايه كمان؟ فورميشن اوف مايتوتيك سبندل، خيوط المخزل، مهمه جدا خيوط المخزل في السيل ديفيجن. خيوط المخزل عباره عن انابيب، هي مش خيوط، هي انابيب، احنا بنشوفها بالميكروسكوب الضوئي خيوط بس هي انابيب، تمام. في انترا سيلولار ترانسبورت، ده عامله زي كوبري بتعدي عليه المواد،
انترا سيلولار ترانسبورت، النقل داخل الخلايا. ايه كمان؟ الماكروتوبيول دي هكون لنا سيليا، احداث، فلاجيلا، اصوات، سنتريول، المريكس. هناخدهم دول ان شاء الله في الفيديو القادم. يبقى الميكروتوبيول برضو سي وام، 2 سي و2 ام، زي الايه؟ زي المايكروفيلامنت. تمام، سي وام. سي يعني ايه؟ سيليا. سي سيلولار ترانسبورت او انترا سيلولار ترانسبورت. ام مايتوتيك سبندل، وام مينتين ذا شيب اند سايز اوف ذا، مينتين اند ستابيلايز ذا شيب اوف ذا سيل، بتحافظ على شكل الخليه. ملحوظه كده، في دواء اسمه الكولشيتين، الدواء ده بيمنع تكوين مايكروتوبيول جديد. يعني المايكروتوبيول عايزه تتكون وتلزق في بعضها كده وتتكون، لا يمنعها. وده يبقى حلو جدا ان المايتوتيك سبندل مش هتتكون، ما المايتوتيك سبندل بتتكون من انابيب فوق بعضها، هو هيمنع الموضوع ده، فالمايتوتيك سبندل مش هتتكون، فبالتالي الخليه مش هتنقسم. ودي حاجه كويسه، اه حاجه كويسه في الخلايا السرطانيه. انا الخلايا السرطانيه عمي زمنع انقسامها، امنعه ازاي؟ امنعه بالموضوع ده، امنعه باني اعمل إيه؟ امنع انقسام الخليه بان انا امنع خيوط المغزل انها تتكون، وخيوط المغزل دي مهمه جدا في انقسام الخليه، فبكده انا منعت انقسام الخليه، عملت ارست للميتوزس، عملت وقفت الميتوزس اللي هو الانقسام الميتوزي. شوفوا الصوره، انابيب بتطلع ايه؟ دايمر اهو، دايمر يلزق يكون، دايمر يفك تتفك من بعضها. تمام، يبقى ده بالنسبه للجزء بتاع النهارده. احنا النهارده اتكلمنا على النون ميمبرنس، بدانا نتكلم على الفيلامنتس والمايكروتوبيول. قلنا الفيلامنتس عندنا ثريد لايك شبه الخيط، خيط الرفيع، العريس البخيل جاب لخطيبته خيوط من السلك، سيلفر هيك بتاخد السلك. ثلاث انواع، مايكرو انترميديات وسكس. المايكرو 6، قلنا 6 8 10 12 16، 6 ده تي اي ان سن اكتيف، الانترميديت 8 ل 10، الستيك من 12 ل 16، قلنا عنده عضلات مايو تي. بدأنا نتكلم على السن فيلامنتس وان هو بيبقى معاه تروبوميسين وتروبونين بيسندوه ويزوقوه، هو موجود في 3 ام و2 سي. مايكرو فيلاي موفمنت، اميبويد موفمنت، ماسل كونتراكشن، انقباض العضلات، كليفج فارو الشق الانقسامي، والكلوت ريتراكشن اللي هو ان بليتلت الصفائح الدمويه عشان يقفلوا الوعاء الدموي. الستيك فيلامنت موجود المايوسين مع الاكتين عشان الماسل كونتراكشن وعاملين المايو فايبريل. الانترميديت فيلامنت عندنا منها 50 نوع، مهمه في ايه؟ قلنا اس اي تي سبورت، عامله سبورت وحافظه على الشيب، تي تيومر ايدنتيفيكيشن، وايه ادهيجن التصاقات الابيثيليال انواعها ايه؟ بسمين مش ياسمين، دي في الماسل، سيتوكراتين في الابيثيليال سيل النسيج الطلائي، فيمنتين في الكونكتيف تيشو والماسل، نيورو في النيورو في النيرف سيل، جلايل في الجلايل سيل. اتكلمنا عن الميكروتوبيول، انابيب طولها بيختلف، ديفرنت لينث او فاريبل لينث، اطوال متنوعه بس فيكس الديامتر قطر واحد، تتكون من التيبولين بروتين، ده دايمر بيبقى جزئين، ممكن تبقى فري دايمرز او عامله فيلامنتس اسمها البروتو فيلامنتس. وهي في حاجه اسمها ميتوك ام مايكروتيوبيول اورجانيزنج سنتر، المركز المنظم للمايكروتيوبيول، ده عباره عن السنتريول والسنترومير، اثنين بحرف السي. قلنا صعب ان انا اشوفها باللايت مايكروسكوب، في الاي ام بلاقيها انابيب هولو تيوبيول، انابيب مجوفه 25 نانو عباره عن 13 بروتو فيلامنتس، وكل بروتو فيلامنتس عباره عن تيوبيولين دايمر. بتتغير، قلنا بتغير الطول بتاعها، وظيفتها 2 سي و2 ام، بتحافظ على الشيب، منتين الشيب، مهمه في الميتوتيك سبندل في السيل ديفيجن، سيلولار ترانسبورت زي كوبري بيعدي عليه المواد، وسنتريول وسيليا بتكون الاهداب وبتكون السنتريول زي ما هناخد المره القادمه ان شاء الله. قلنا الكونشيتين ده دواء مهم بيوقف تكوين المايكروتوبيول، بيمنع الدايمرز انها تتركب وتعمل مايكروتوبيول، فبالتالي مش هيبقى في حاجه اسمها خيوط المغزل، فبالتالي الخليه مش هتنقسم، فبالتالي ده يوقف. ويبقى حلو الدواء قوي في المالجننت ديزيز، في الامراض السرطانيه، بيعمل ارست للميتوزس، بيوقف الانقسام الميتوزس. مره جه سؤال في الامتحان بيقول لهم الميتوتيك سبندل بتتكون من اي نوع من البروتين، كتب لهم بقى ديسمين، فيمنتين، تيوبولين. طبعا ميتوتيك سبندل مهم قوي، لازم اعرف انها انابيب،
انابيب هي اسمها خيوط المغزل بس هي انابيب، والانابيب بتتكون من تيوبيولين. فالاجابه كانت تيوبيولين، وناس كتير جدا غلطوا فيها في الامتحان. وبكده يبقى انتهينا من الجزء الاول من المحاضره، ارجو تكونوا استفدتوا منه، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.